الحين علشان نعمل القطعة الأخيرة اللي فوق تقريبا هي مشابهة للقطع اللي هني تحت، فراح نسوي واحدة حق هني ونفسها نركبها بالمنارة فوق. اوكي، الحين ممكن نعمل سلندر مسافة create polygon cylinder من سلندر هذا ممكن نشوف فيه شغلة. إذا دشينا على ال channel ماله ال inputs ني وين نزيد السيجمنت، خلي هذا السبديفيجن اكسس 20. اوكي، هني بالكابس خلينا نخليه 10، هني بالراوند كاب نحط واحد، رقم واحد راح يسوي لنا السلندر راوندد من فوق. اوكي، احنا الحين عندنا هني تحت هذا ما نحتاجه، نضغط رايت كليك فيسز نأشر كذي كنترول ونشيل هذا، نضغط ديليت. نفس الطريقة هني نقدر هم فيسز نسوي كذي كنترول مع اللي تحت ونعمل له اكستراكت مسافة مش اكستراكت، فصل لنا هذا عن هذا. الحين هذا ممكن نعمل إذا يعني لو نلاحظ الحين هني عفوا في مثل زخرفة يعني أو تشكيلة، يعني ممكن نسوي نفسها، ناخذ هذا إيج، إذا نبي نعزل أول شيء خلنا ناخذ هذا أول، نضغط F عشان يسنتر لنا اياه. ناخذ الحين ايدج، ناخذ ايدج واحد وترك، اوكي الحين نقول له اكسترود، ننزل تحت بالشكل هذا بس. الحين نرجع نقدر نعمل له اكسترود كله اذا نبي نسوي له سماكة يعني شوية، ونصغره سنتر بوفيت، الحين يطلع عندنا هذا الشكل، ننزله شوية. ممكن يطلع معانا هذا الشكل. هني نفس الطريقة نقدر ناخذ لوب سبلت لوب، راح نلقاها هني edit mesh insert edge loop، نقدر عشان النوافذ. اوكي، نقدر نفس الطريقة ناخذ الايدج، إذا نبي ايدج وترك فيس مع شيفت، أنا قاعد أضغط مع شيفت. أوكي، نقول له اكسترود، نضغط بالأزرق هذا للداخل، راح نشوف إنه دشش الفيسز للداخل. نقدر من هذيلة اللي مسوي لهم سيلكت إحنا عشان نعطيهم خامة الشفافية الزجاج، نضغط مسافة ونقول له اكستراكت مش اكستراكت. الحين عمل لنا هذا، لو نعزله الحين راح نشوف انه في فتحات
نعمل له هيستوري وفريز سنتر بوفيت، نرجع راح نلقى حين هذيلة، نأشر كذي كنترول مع هذا ونفصلهم، راح نشوف هذيلة هما الزجاج. نقدر نعطيهم خامة، نسوي لهم أول شيء كذي ومش كومباين. اوكي الحين نقدر نضغط رايت كليك اساين نيو ماتيريال، نعطيه فونك مثلا، نعطي مايل الازرق شوية، ترانسبيرنسي. الحين نلاحظ صار عندنا شكل.